اهلا استاذ. اهلا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا اهلا، كيفك؟ شو في ساعدك شيء؟ عم لفت لي نظري على الاكس 5. هيدي احلى حبه عندنا بالمعرض كله. انت صب يعني شو بدي اشرح لك؟ اي موديل؟ 2009. 2009؟ 2009 لو بتشوف منها ماشي شيء، يعني هيدي لقطة إذا بدك تحط عينك عليها. هيدي أولاً أمريكانية. مع الكارفاكس؟ مع الكارفاكس. سبع مقاعد جلد. سبع مقاعد؟ إيه، كاميرات، سنسرات، بانوراميك، يعني روعة، فول، مفولة، هيدي يعني إيه. مرحبا. أهلاً أهلاً مدام. أهلاً. السيارة شفتها بدي أشتريها من عندك؟ إيه بس هلا مشغول، تعي بعد شوي، تعي بكرة، ما عندي عندي هلا زبونات. بدك تشتريها على الأكيد؟ ايه؟ طيب بعد شوي، بعد شي نص ساعة أو ساعة بس لك نخلص مع المشي. معلش اعملي نظيفة ها؟ نظيفة كثير هيدي، بدك تجربها أستاذ. بدك تطلع جرب قعدتها إذا بدك. بعدين شو بدي أشرح لك عنها؟ يعني كل اللي عم بيجوا لهون دغري بحطوا عينهم عليها. لحظة. لأنه اسمع. حرير. يعني حرير الحرير. قد إيه مصرياتها؟ هيدي لإلك رح خلي لك إياها ب 28,000. سعر لقطة صدقني 28,000. يعني ما بتلاقي منها. أهلا حبيبي. كيفك؟ أهلا أهلا كيفك؟ كيفك منيح؟ في هالقبضك فايت حساب؟ إيه. بعدين تعا بكرة، تعا بعدين عندي زبونات، تعا بكرة مش هربان بكرة؟ ولا أنت هربان حبيبي؟ بكرة بكرة هلا لحين نقبض. إيه إيه 28,000 آخر سعر؟ آخر سعر. بظبط لك شوي منها بس إنه ما في معي هالمجال كتير، يعني شو لأنه يعني آخر شيء مثلا قد إيه فيك قد إيه بتتظبط؟ 27,500. 27,500 آخر شيء؟ 27,500. إذا بتبرم لبنان كله بترجع لعندي بتقلي هيدي هي وهيدا السعر تبعها 27,500 بعمل لك بعد سعر صغير. بيعت مسا 27,450، شلت لك 50 دولار تما تقول إنه أنا متلقط بالسعر. هيدا النهائي 27. آخر شيء؟ إيه 27,450 وأهلا وسهلا فيك. 400؟ لا لا 450 والله. لا بتنزل على 450؟ لا لا عم بقول لك عم بطل ما فيها شيء بالربح لإلي انا ما بكون ربحان بس بس هذا السعر انه مسيرك فيه كثير للاخر والله. ليك كمان مارش بي نظيف. اذا بدك اياها نبلش مثل رعبون نعمل الوراق المعامل. لا انا ما بدي اشتري، انا بس عم بسال. ما بدك تشتري؟ لا انا عندي هي زيت اشتريتها امبارح عند جارك هذا بالمعرض هون، بس جاي افصل بس حتى اشوف انه اذا طرقني ولا لا. الف مبروك يا حبيبي. حسب لي بقى الأدي طلعت نفس الرقم؟ 405. كتر خيره يا الله روحت لي زبونين يا حبيبي.